نقول لكم الإضافات اللي غادي نضيف ليها وغادي تزيد تبننها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في مطبخكم مطبخ الأمل. اليوم نقدم لكم واحد الشوربة كتجي أكثر من رائعة، شوربة بالقرع الأحمر كتجي لذيذة مع واحد الإضافة اللي كتخليها جد جد بنينة. نتمنى أنكم تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. إذن كخطوة أولى غادي ندير الطريقة والمقادير في نفس الوقت باش ما يجيش الفيديو طويل. عندي هنا تقريبا نصف كيلو ديال القرع الأحمر، كتبقى الكمية على حسب عدد أفراد العائلة. القرع الأحمر كيجي رائع، خصنا غنعرفو كيفاش نخدموه. راه صحي زعما، غني غني بزاف فيتامينات كالسيوم بزاف د الحويجات. انا سبق لي خدمت معكم عصير بالقرع الاحمر وذكرت فيه المنافع، بعض المنافع ماشي كلها. صافي كنحاولوا نقطعوهم مربعات ما يكونوش كبارين بزاف كما سبق لي ذكرت انه الكميه كتبقى على حسب الرغبه وعلى حسب عدد افراد الأسرة. صافي هذا يعني مربعات ما يكونوش كبار بزاف. هي اصلا في ساعة كطيب كما كنعرفو. غادي نديرها في واحد كاسرون، نضيف ليها شويه جهد جوج معالق كبار تقريبا ديال زيت الزيتون او زيت المائده، كيبقى لكم الاختيار، ولكن كيفما كنعرفو زيت الزيتون كتجي رائعه. كميه من الملح وقليل من الفلفل الاسود او الابزار. هنا دوما التوابل اللي غادي ندير، ما غاديش ندير شي حاجه اخرى من غير الملح والفلفل الاسود. دابا غادي نديرها فوق البوطه عافيه مهيله تشحر لينا ونتلاقاو ان شاء الله. فهاد الاثناء بين ما كتشحر لينا القرع ديالنا، خديت حبه بطاطا وجوج حبات ديال الجزر. يمكن لكم تخدموا حتى بالبطاطا الحلوه، البطاطيس الحلوه حتى هي كتجي مع القرع الاحمر. حتى هادو نفس الشيء. غادي ندير لهم تما مربعات، يعني البطاطيس كنعرفوا الدور ديالها في الشوربات، كتختر لينا الشوربه. سبق لي خدمت معكم حتى شوربه ديال القرع الاخضر كتجي رائعه حتى هي، خفيفه وسريعه وصحيه كذلك. نحاولوا تنوعوا في الشوربات ديالكم، دابا الصيف كيبغيو ناس شي حاجه خفيفه ومغذيه في نفس الوقت. يعني هكا كتجي مختلفة على الصوبة أو شوربة الخضر اللي مولفينها كتكون يعني فيها كمية كثيرة من الخضرة. هكا كتكون القرع الأحمر هو اللي غلاب، والمذاق ديالها هو اللي غلاب في اللوغو ديال الشوربة. صافي غادي نستمر هكا حتى نكمل الخضرة ديالتي كاملة ونتلاقاو إن شاء الله. هنا هي القرع بدا كيتشحر لينا، غادي نضيف ليه البطاطس وكذلك الجزر اللي قطعنا ونخليهم يتشحروا حتى هما مع القرع. من الاحسن في الشوربات تبقاو تشحروا الخضره، اي نوع الخضره اللي تديروها في الشوربه شحروها قبل ما تضيفوا الماء. كيبغي حتى المذاق ديال الربيع يعني القزبر المعدنوس يمكن له يضيف واحد القطعه يعني مربوطه تاع الربيع مخلط ما بين القزبر المعدنوس باش يزولها من بعد.
يعني باش يطلق فقط المذاق. كذلك الكرافس اللي كيعجبو المذاق الكرافس يمكن له يضيف واحد شويه ديال الكرافس، يعني ماشي ما يطحنهاش معاها، فقط قبيطه هكايا مربوطه تطلق المذاق ومن بعد يزولها. انا غادي نخليها تشحر ليا مزيان ونطلقها ان شاء الله. صافي من بعد ما تشحرت ليا انا غادي نضيف الماء. اللي متوفر عنده مرق الدجاج او مرق اللحم او مرق الخضر احسن يستعملو، متوفرش عندي كسافيس بالماء فقط. صافي كنديرو الماء الكافي اللي غادي يطيب لينا فيه هاد الخضر، من بعد ما طيب نتلاقاو باذن الله. وهذه الخضيره ديالتنا من بعد ما طابت ما كتاخذش وقيته بزاف في الطهي بحكم انه القرع الاحمر والبطاطس يعني في ساعه كيطيبوا، والجزر راني قطعتهم طريفات صغيورين. دابا غادي نخليه يبرد ومن ان شاء الله ملي بغي نطحن نتلاقى معكم باش نقول لكم الاضافات اللي غادي نضيف ليها وغادي تزيد تبننها. صافي من بعد ما بردت لينا الخضره كنطحنوها، وهنا يمكن لكم تضيفوا اي حاجه، يمكن لكم تضيفوا اي نوع من الفرماج، يعني فرماج مثلث فرماج مربع، يعني اي جبن كيعجبكم اللوغو ديالو يكون كريمي، يكون اي نوع يمكن لكم تضيفوه وكطحنوا معاه كيجي رائع. انا غادي نكتفي فقط بجوج فرماجات مثلثين غادي نضيفهم ونطحنهم مع الخضره ديالتي ونتلاقاو ان شاء الله. صافي غادي نستمر في الطحن وانا كنشوف القوام ديال الشوربه ديالتي. كنضيف الماء اللي تسلقات فيه الخضره، يعني على حسب القوام نتوما اللي كتفضلوا، الشوربه تكون ثقيله او خفيفه. كنستمر على هكا حتى نكمل الخضره كامله. وهذا القوام والشكل النهائي ديال الشوربه ديالتنا، صدقوني كتجي رائعه، يعني حاجه صحيه وبنينه. نتمنى انكم تجربوها. كندفيوها بطبيعه الحال قبل ما نقدموها، وكيبقى الاضافات يعني اي حاجه بغيتو تضيفوها. يمكن لكم تضيفوا مقرمشات هنا من الفوق او لفرماج احمر محكوك او لا تكتفيو هكا وبالصحه والراحه.